ويا هلا، منلكم يوم جميل. غرزتنا النهاردة شوية لزعة، يعني ايه الكلام ده؟ غرزتنا بسيطة وسهلة وكمان منقوشة وتعتبر من غرز اللاسيه، ولكن بيتقال عليها الكلمة دي. تيجوا نعرف ليه؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم وغرزة جديدة. غرزة النهاردة اسمها غرزة التارت ستيتش او الغرزة اللزعة، ده الترجمة الحرفية ليها فعليا، ترجموها وشوفوا. وكمان احنا هنحليها شوية ونسميها غرزة الفطائر. غرزتنا بتمشي على اعداد متساوية شوية، فهنعمل دايما دمج العدد ما بين 3 و2 يكونوا معايا 5، فهعمل معاكم 20 سلسلة. هشتغل معاكم بالخيط ده، الخيط ده هو ديما بيبي لاين، خيط كويس قوي. لما يناسبش اي بيبي، هو مش ناعم، هو فيه خشونة شوية، وهو من ضمن خيوط البوكلت او الاستوكات زي ما بتحبوا تسموها. سلسلة البداية وهشتغل معاكم بإبرة 4.5، وانا ثبتها نوعا ما بالنسبة للغرز، الا بعض الغرز طبعا اشتغلت بإبر مختلفة. 20 سلسلة، وافضل حاجة زي ما احنا عارفين بناخد من ظهر السلاسل، مش بنروح على الوش. وناخد ظهر السلسلة اهو، ادخل فيها كده، اسحب وخلي معايا على الابرة. كل السلاسل معايا على الابرة، وده صف البداية في دروس تعليم التونسي، هتلاقوه وتلاقوا ازاي تتعاملوا مع ابرة التونسي، ايه شكلها، ايه تفاصيل الادوات الخاصة بالكروشيه التونسي، واصفه في البداية، الغرزة الاساسية، وليه بنستخدم صف البداية ده، وليه بنستخدم صف بداية تاني، وتفاصيل اكتر بكتير هتلاقوها في صندوق الوصف في دروس تعليم التونسي. هرتفع سلسلة وبسحب كل 2 سلسلة مع بعض. دلوقتي هنشتغل الغرزة بتاعتنا، واول حاجة هنعملها 2 سلسلة ارتفاع في بداية الصف، لفتين على الابرة. هفوت اول مربع وهدخل في المربع التاني، تمام؟ هنا كده، وبعدين اسحب واطلع من 2 و2، تمام؟ مرة كمان لفتين على الابرة وهدخل في المربع اللي بعده، اسحب اطلع من 2 و2 زي ما انتم شايفين كده. وكمان نركز في الغرزة، لف على الابرة وهروح على الفراغ اللي سبته، ما هي لازعة بقى لازم تتدلع علينا، فركزوا معايا على اساس التفاصيل شوية في بداية الصف كتيرة. الدنيا صيام، ودايما صوتي بيروح في الصيام. بصوا عايدها معاكم تاني، ارتفعت 2 سلسلة، لفيت لفتين على الابرة، هسيب اول فراغ وادخل في الفراغ اللي بعده، اسحب اطلع من 2 و2، تمام؟ لفتين كمان على الابرة وهروح في الفراغ اللي بعديهم، اسحب واطلع من 2 و2، تمام؟ بعدين لف على الابرة واروح على الفراغ اللي انا سبته، اسحب واخلي معايا على الابرة، ادي كده 2، ماشي؟ كده 4، وكده بالمنظر ده انا لفيت 3 لفات، بعدين اسحب واطلع من 2 4 5، شايفين؟ بعدين لفتين على الابرة، اسيب طبعا الفراغ اللي انا اشتغلت فيه ده ملوش علاقة، فهروح 1 2 3، في طبعا هنا سلسلة شط اهي لو انتوا شايفينها، بعدين هعد ادي المربع التاني التالت، في المربع التالت هسحب واطلع من 2 و2، اوكي؟ لفتين، المربع اللي بعده اسحب واطلع من 2 و2،
اروح عليه واسحب كم مرة؟ 3 مرات. لفتين برضو على الإبرة، أدخل في الفراغ، أسحب، أطلع من 2 و2، تمام. بعدين لفة وهروح على المربع اللي سبته في الأول، أوكي، وآخد وأسحب الخيط وخلي معايا على الإبرة كم مرة؟ 3 مرات كده. دي تاني مرة، وادي التالتة. بعدين ايوة اطلع من 2 4 5، لفتين على الابرة، وبرضو سيب 1 2، تمام. هشتغل بقى هنا، تمام، لفتين كمان، وهروح على هنا، بعدين ايوه لف على الإبرة وهروح على المربع الفارغ، اخد واسحب، لفة واخد واسحب، لفة، دي آخر حاجة. بعدين أسحب وأطلع من 2 3 4 5، تمام. وبعدين برضو لفتين على الإبرة، وإحنا مش خلصنا، لا، في نهاية الصف هنا. أدخل بطرفين السلسلة، وده أفضل زي ما قلنا، أسحب وأطلع من 2 و2. بعمل الحركة دي ليه؟ لان احنا ارتفعنا هنا سلسلتين في البداية. بعدين بقى برتفع سلسلة، دي سلسلة السحب على فكرة. بعدين كل 2 مع بعض، شكل الغرزة بيبرز من اول صف، وكمان بتكون مفرودة، هي مش من الغرز اللي بترول لان تكتلات الغرزة نفسها كتيرة. بعدين برتفع 1 2 3، لفتين على الإبرة، وبصوا بشتغل فين، بشتغل ادي مربع اهو، وادي مربع قبليه، تمام. مربع اللي قبله بشتغل كده واطلع من 2 و2، لفتين على الإبرة، ده المربع اللي بعدهم، بطلع برضو من 2 و2. بعدين لف على الإبرة وهروح فين، ايوه لف على الإبرة، بروح على المربع الأول ده، آخد وأسحب كم مرة؟ 3 مرات، أدي كده 2 كده 3. طبعا المصاع ضيق جدا، ولكن ده مش بيحصل في أغلب الغرز، لأن أنا مستخدمة خيط رفيع وإبرة شوية أكبر من مقاس الخيط، فده مديني شوية براحة. بعدين بطلع من 2 4 5، وبرضو لفتين على الإبرة، وشوفوا هنا بقى، دي اهي متصلة بدي، ملناش دعوة بيها، وادي 1، هندخل في المربع التاني والتالت، شايفين؟ ادي مربع التاني، واسحب واطلع من 2 و2، لفتين على الإبرة، المربع اللي بعده اهو، شايفين؟ ادخل اسحب واطلع من 2 و2. بعدين لفة، وبروح فين؟ بروح على المربع اللي سبته في الاول اهو، ادخل واسحب كم مرة؟ 3 مرات، بطلع من 5 غرز، لفة وادي 2 4 وادي 5، اوكي. لفتين على الإبرة، أهم حاجة اللفتين دول على فكرة، وزي ما احنا شايفين ما بين كل كولكت والتاني بيبقى فيه فوق كل كولكت 3 كده اهو، تمام. ما يختلطش علينا الأمور ونروح هنا، ملناش دعوة بهنا، اهو طلع منها كولكت اهو، فاحنا ملناش دعوة بيه، بسيب أول واحدة اروح على التانية، يا مزعجة
وادي 2 و2. عصفورة بتلخبطني دايما هنا. خلاص خلاص احنا اسفين. 2، بعد كده اروح على الفراغ الثالث، اسحب واطلع من 2 و2. والله العظيم اسفه. خلاص زي ما انتم شايفين اروح هنا على الفراغ الثالث لفه، تمام، وادخل في الفراغ ده واسحب، ادخل فيه 3 مرات كده، 2 وادي رقم 3، بعدين اسحب واطلع من 2 4 5، اوكي، لفتين على الإبرة وادي برضو اهو كلكت اهو فوقيه 3، ملناش دعوة باللي هنا وما نختلطش علينا الامور ونحسب دي اهي، هي باينة لوحدها ان كل كلكت كده او تجميعة من دي فيهم 3 فوقيها. اسيب اول واحدة واروح في التانية اشتغل وفي التالتة بشتغل اهو، طبعا بكل لفة لفتين على الإبرة واسحب 2 و2، الف وادي التالتة، اخد واسحب 2، تمام. طبعا انا كده غلطت في ايه بقى، في ان انا ملفتش 2 لفة، هروح اهو لفيت 2 لفة، ادخل في الفراغ اسحب 2 و2، بعدين لفة زي ما انتم شايفين المربع الفاضي وادخل فيه واسحب كم مرة، ايوة 3 مرات، 2 3، بعدين 2 4 5، اوكي، 2 لفة، وبرضو زي ما احنا شايفين اهو ادي 1 2 3، بروح على رقم 2 واطلع اسحب 2 و2، طبعا مش بدخل في سلاسل، بدخل في المربعات الفارغة اللي احنا شايفينها دي، لفتين على الابرة بعد كده اسحب اطلع من 2 و2. طبعا شوفوا انا عملت خطأ هنا، شايفين رحت اشتغلت في المربع الاول والتاني، المفروض اشتغل في المربع التاني والتالت، بعدين لفتين على الابرة عشان نختم نهاية الصف، سلاسل اهي بدخل كده بعدين اسحب اطلع من 2 و2، بعدين ارتفاع سلسلة وبنسحب كل 2 مع بعض. زي ما انتم شايفين الغرزة بتاعتنا حلوة جدا ولكنها شوية بسيطة مزعجة في مسألة ان انا اقعد اعد او اتلخبط في المربعات الفارغة، ولكن شكلها قد ايه لذيذة ومميزة، تنفع في الكوفيات، تنفع في عمايل الكارديجان الصيفي او الشالات الصيفي، هتكون مميزة قوي ومخرمة كده، وكمان اشتغليها بخيط يكون رفيع خالص خالص خالص، يعني هتبرز معاكي التكتلات دي كأنها حاجات كده مبططة وخفيفة، والشال هيكون قد ايه جميل ولاسيه، هيكون مميز جدا. اشتغليها في حاجات الاطفال، في الحاجات اللي هي الصيفي او الحاجات اللي هي الخريفي، هتطلع حلوة جدا، فهي مميزة قوي وليها استخداماتها، وكمان مفرودة يعني مش هتعانوا ابدا في مسألة الرول. بسحب بارتفع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض، زي ما انتم شايفين الغرزة قد ايه مفرودة وجميلة جدا وشكلها كمان منسق قوي. ممكن يختلط عليكم الامور بعد ما عملتوا اول صفين، فتعالوا نشتغل صف اخير ونختم مع بعض. ارتفع 3 سلاسل، تمام، بعد 3 سلاسل 2 لفة على الابرة وفي مربعات زي ما انتم شايفين، ادي مربع التاني وادي التالت اهو، 1 2 3، انا بدخل في رقم 2 الاول اسحب واطلع من 2 و2، بعدين لفتين ادخل في المربع التالت اسحب اطلع من 2 و2، بعدين لفة على الابرة وهروح على المربع اللي انا سبته في الاول واسحب لفة على الابرة ادخل واسحب حوالي 3 مرات اهو، بعدين اطلع من 5 سلاسل 2 4 5، بعدين لفتين على الابرة
وزي ما انتم شايفين ادي المربع الثالث، ادي المربع الثاني، وادي الاول. بدخل انا في الثاني اسحب واطلع من اثنين واثنين. دلوقتي تعالوا نقفلها مع بعض، وهنقفلها بطريقة بسيطة لان الغرزة طبعا فيها تركيبات وارتفاعات سلاسل وتفاصيل كتيرة. فانا هدخل عادي في الغرزة اسحب واعمل منزلقة، يا اما ادخل في المربعات الفاضية يا اما ادخل واعمل غرزة عدلة. ويفضل دايما ان انا ادخل في المربع الفاضي واعمل منزلقة. ليه بقى؟ لانه اساسا انا بدخل طول الوقت في المربع الفاضي، مش بدخل في غرز. فيفضل دايما ان انا مفتحش شكل الغرزة في النهاية، ولكن ادخل في كل مربع فاضي كده واعمل منزلقة، او ادخل واعمل غرزة بسيطة طرف السلسلة واسحب. اي حاجة منهم تمشي، والافضل ان انت تعملي غرزة بسيطة. ليه؟ على اساس ان الاطراف ما تكونش لبره كده، تكون من فوق من هنا. اوكي، هنشوف دلوقتي. وكمان عشان ما يعني تتجنبي فكرة ان انت تعملي سلاسل زيادة، طرف السلسلة اهو ادخل واسحب بالشكل ده. وطبعا نضيق ايدينا لان الغرزة كان فيها ارتفاعات سلاسل كتيرة، فاحتمال كبير انه يبان ان هي مفرودة قوي من فوق عن تحت. غرزة جميلة مميزة، وكمان شكلها حلو ومفرودة جدا، غرزة الفطائر او غرزة التارت ستيتش او الغرزة اللزعة، زي ما تحبوا تسموها سموها. هي غرزة مميزة قوي وسهلة، وكمان حلوة لاجواء الصيف لو عملناها بخيوط رفيعة جدا. وبكده غرزتنا النهاردة تكون خلصت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واعملوا شير عشان يستفيد غيركم ويعرفوا يعني ايه كروشيه تونسي. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين. رمضان كريم، مع السلامة، باي.